هلا وطلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، وياكم احمد سعد من تيم دينتيتي. ان شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضره الثالثه من سلسله محاضرات الاوبرتيف للمرحله الثالثه. الى الان اخذنا محاضرتين، المحاضره الاولى كانت محاضره تعريفيه ومقدمه بسيطه، اخذنا بها فد مصطلحات مهمه. المحاضره الثانيه اخذنا الادوات اللي راح نستخدمهم بالعياده. اما هاي المحاضره محاضره الاستريلايزيشن او محاضره التعقيم، فلازم نتعلم كيف نعقم هاي الادوات ونمنع انتقال الأمراض من مريض إلى مريض أو من مريض إلى دنتست، وبالتالي نحافظ على سلامتنا وسلامة البيشنت. فبالتالي أريدكم تركزون وياي وتعرفون البيتكم، وخلونا نبدأ. فبالتالي عندنا ثلاث مصطلحات أو ثلاث تعاريف لازم نعرفهم. أول شيء هو الاستيرلايزيشن، نقصد بيها فد بروسس عن طريقها راح نسوي ريموف أور كيل all form of microbial life or microorganisms اللي سبب لي مشاكل. يعني هي فد بروسس معينه عن طريقها راح نتخلص من كل انواع المايكرو اورجانيزم اللي ممكن يسبب لي انفكشن، مثل البكتيريا، مثل الفانجاي، مثل الفيروس، مثل السبورز فور مالت البكتيريا، يعني هاي الابواق مالت البكتيريا وغيرها. هاي الاستريلايزيشن ما تتم الا عن طريق جهاز معين، مثل ما تشوفون بهاي الصوره فد جهاز معين. نخلي الادوات مالتنا داخلها ونسوي استيرلايزيشن او التعقيم، ويعتبر هذا الاستيرلايزيشن هو اعلى ليفل بالتعقيم. اوكي، بعدها تجي عندنا الديس انفكشن، هي بروسس اوف ديستراكشن اور ريموفال اوف مايكرو اورجانيزم. نفس الاستيرلايزيشن بس تاثيرها اقل. ليش؟ لانه احنا هاي العمليه ما تتم بجهاز، انما تتم عن طريق المعقمات او المطهرات اللي نشوفها. وهاي العملية احنا نسويها على الأسطح الغير حية، مثل سطح المكتب، دنتال تشير، أدوات وغيرها. أما عندنا الأنتيسيبسيز، هي ديستراكشن أور إنهيبيشن، تثبيط فعالية المايكرو أورجانيزم، وبالتالي راح نقلل الإفكت مالت الإفكت أوف إنفكشن مالتهم. وفرقها عن الديس انفكشن نفس الشيء، هي هماتين مطهرات ومعقمات، بس فرقها انه احنا دنعقم نفسنا، يعني نستخدم على اللايف تشو. مثلا انت تتعقم ايدك، هاي العمليه نسميها انتيسيبسيس. اما اذا تعقم ادواتك او الدنتال تشير بالمعقم نسميها ديس انفكشن. بالتالي اكو مثلا اكو معقمات انت كلش قويه ما تقدر انت تستخدمها على ايدك اكيد، فهاي نستخدمها بالديس انفكشن. واكو معقمات لا، يعني تراكيز شوي قليله ممكن انت تستخدمه حتى تعقم ايدك، فنسميها انتيسيبسيز عاده بالامتحان. اما تجي على شكل تعريف او صح وخطا، او ممكن تجي ام سي كيو، والام سي كيو يركزون على فد يعني عاده. انا مثلا عن نفسي جابوا مره سؤال انه تعريف الانتيسيبسيس ديستراكشن اور انهيبيشن اوف مايكرو اورجانيزم، والى بعدين اربع اختيارات، واحده كان استيبلايزيشن، واحده ديسانفكشن، واحده انتيسيبسيس، واحده انتيسيبتيك. اوكي، وقالوا انه هاي مثلا هاي ديستراكشن اور انهيبيشن اوف مايكرو اورجانيزم مثلا دان باي وفراغ. اوكي، وخلوا اربع فراغات، استيبلايزيشن، ديسانفكشن، انتيسيبسيس او انتيسيبتيك. فالجواب كان انتيسيبتيك. ما اعرف السؤال ممكن يكون شويه يعني هو الغايه مالته انه في التركيز يصير على الكلمات، بس كان الجواب انتيسبتيك. انتيسبتيك نقصد بيها هو المعقم، ديسانفكتنت نقصد بيها هو المعقم ايضا. انتيسبتيك نستخدمه على ايدينا، ديسانفكتنت نستخدمه على اسطح الغير حيه. عمليه التعقيم اللي تتم عن طريق الانتيسبتيك نسميها انتيسبسيس، واللي تتم عن طريق تتم عن طريق الديسانفكتنت يعني نخليها على الاسطح الغير حيه نسميها ديسانفكشن. اما اللي نستخدم جهاز حتى نعقم ادواتنا نسمي هاي العمليه استيرلايزيشن. اعرف شويه ممكن معقد او صدخته ما يخالف، بس هاي المحاضره شويه جافه، هاي المحاضرة شوي جافة، لأن بالامتحان شوي يركزون على التعاريف والكلمات وكذا، ولازم تحفظوها، وهذا المزعج لأنه هو شوي لازم يحتاج لحفظ. بس أريدكم تفهمون إنه استيرلايزيشن راح نستخدم مثلا أجهزة مختلفة مثل الأوتوكليف، راح تشوفون أنتم بالعيادات، ونعقم أدواتنا. الديسنفكشن هو المعقم، أنت تشتري وتعقم بيها مثلا الدنتال تشير غيرها بعد الشغل. أنتيسبسيس معقمات تستخدمها وتعقم بها مثلا ايدك. اوكي، زين. فالاستيرلايزيشن تتم عن طريق خمس طرق. الطريقه الاولى نسميها ستيم بريشر ستيرلايزيشن او اوتوكليف
اوكي، وهذا اشهر شيء. الطريقه الثانيه اثيلين اوكسيد ستيبلايزيشن، الثالثه دراي هيت ستيبلايزيشن ونسميها دراي كلير، الرابعه هيدروجين بيروكسايد بلازما، والاخيره نستخدم او نعقم عن طريق فد بروسيس او ميثود نسميها كيميكال فيبر بريشر ستيبلايزيشن او نسميها كيميكليف. اوكي زين، فالاوتوكليف هي الطريقه الاولى والاشهر عالميا نقدر نقول، وهاي راح تشوفوها بالعيادات، راح يستخدم الستيم اندر بريشر، ضغط تحت العفو بخار الماء تحت الضغط داخل هذا الجهاز، ونعقم الادوات به. ميكانيكيه العمل مالته ما مطلوب من يمكم، بس المهم انه تعرفون انه هذا الجهاز راح يشتغل بالبخار الماء، والوقت اللازم حتى نعقم الادوات بها هي 15 دقيقه عند درجه حراره 250 فهرنهايت او 121 سيليزي عند ضغط 15. يعني احنا من نريد نعقم الادوات نضبط الضغط ونضبط الوقت مالتنا ونضبط درجه الحراره اللي احنا نريدها، ونعوف الادوات لمده 15 دقيقه، وبعدها راح الادوات مالتنا راح تتعقم بصوره صحيحه. اما الادوات اذا احنا اكو بالسلايد الاول شفت الصوره انه كيف الادوات كانت، يعني احنا مغطينها او مخلينها باكياس خاصه. اذا غطينا الادوات باكياس خاصه وخليناهم داخل الاوتوكليف، نقدر احنا نزيد الضغط، نزيد درجه الحراره، ونقلل الوقت الى 7 دقائق. اوكي، فد ملاحظه، احنا نعرف انه درجه غليان الماي عند الضغط الاعتيادي مالت الجو يعني مالت الغرفه هي 100 سيليزي، بس احنا شنو نريد نسوي؟ نريد نصعد هاي درجه الغليان نوصلها الى مثلا 121، وبالتالي لازم اذا ردنا نصعد درجه غليان الماي نصعد الضغط. الميكانيكيه لا تدخل نفسكم بها، بس اهم شيء تعرفون انه الاوتوكليف يشتغل مع ضغط الماي، العفو مع بخار الماي، عند درجة 15 دقيقة وبحرارة 121 سيليزي. أما نقدر نسويها 7 دقائق، الوقت نقلل إلى 7 دقائق عند درجة حرارة 134 سيليزي، بشرط أنه هاي الأدوات إحنا نغطيها، نسوي rapid instrument مثل ما مكتوب، ونقلل الوقت إلى 7 دقائق. أوكي، وهاي الطريقة هي كلش طريقة مشهورة، راح تشوفوها هواية بالعيادات، ونقدر نقول هو أرخص شيء، يعني هواية تشوفون ماك مستحيل عيادة أسنان ما بيها أوتوكليف. أوكي، ويعني أنا أشوف يكفي بالغرض إنه ممكن يعني يسوي لكم استيرلايزيشن كلش حلوة، يعني الأدوات مالتنا راح تتعقم بصورة صحيحة عن طريق هذا الجهاز. ولا تنسون إنه إذا خليت وقت أقل ممكن يعني الاستيرلايزيشن ما تتم بصورة صحيحة، وإذا أكثر ممكن تأثرون يعني أو ممكن تأثرون على الأدوات اللي أنتم مخلينها، ممكن تصير بها كوروجين وغيرها. وملاحظة ثانية، الأوتوكليف هو لازم أنتم تخلونه 15 دقيقة، نقصد بال 15 دقيقة عند درجة 121، يعني الأداء لازم يكون تحت درجة حرارة 121 سيليزي ل 15 دقيقة. الاوتوكليف حتى يبدي من الحراره الصفر مثلا نقدر نقول الى ان يوصل درجه حراره 121 سيليزي ياخذ له فد مثلا دقيقتين ثلاثه حسب، الى ان يستقر عند درجه 121 سيليزي. فهذا الوقت اللي اخذ الاوتوكليف حتى يوصل من الصفر لحد 121 سيليزي، هذا الوقت ما نحسبه. اوكي، فالمقصود انه يبقى الاداء تحت درجه حراره 100، يعني نعرضه الى درجه حراره 121 سيليزي ل 15 دقيقه. اما الوقت اللي اخذه الاوتوكليف حتى يصعد الى من صفر مثلا من درجه الحراره الاعتياديه اللي هو بها مثلا، اوكي، نفترض صفر الى 121 ياخذ مثلا دقيقتين 5 دقائق، هذا الوقت ما محسوب. اوكي زين، فالاوتوكليف بها فد مميزات أو advantages، اللي هي أول شيء تكون سريعة، يعني وقتها مقارنة بالأجهزة الثانية يعني وقت مقبول، 7 دقائق و 15 دقيقة وسوي الاستيرلايزيشن زينة، فالوقت مقبول. وثاني شيء أنه بعض الأدوات وبعض القطع الأقمشة نقدر نقول اللي نستخدمها بالعمليات، إذا شايفين اللون يصير أخضر تتعقم صورة صحيحة، يعني تتعقم كل زينة كلش حلو بهاي بالأوتوكليف، ولان هي اصلا ممكن ما تقدر انت تعقمها بغير طريقه، فالاوتوكليف هو كلش يعني مفيد بتعقيم هاي الاقمشه.
وبنفس الوقت انه الحراره يسوي بنتريتنج او توصل لكل اسطح الاداه مالتنا. يعني اذا خلينا فد يعني على سبيل المثال اذا خلينا هاند بيس او اذا خلينا توربين او اذا خلينا مثلا اذا خلينا اي بروب اوكي خلينا داخل الاوتوكليف الحراره راح توصل كل السطوح مالت البروب مالتنا يعني من الفوق تحت يمنى يسرى فتوصل الحراره بكل من كل الجهات بصوره صحيحه وراح يتعقم عندنا جهاز الاداء بنسبه كلش يعني عاليه ومن كل الاسطح. وبنفس الوقت قلنا الوقت كلش مقبول وذكرنا انه هو يعني نسبه بقيه الطرق وبقيه الاجهزه الكوست مالته مقبول نسبيا فهو ايكونوميكال يعني نقدر نقول عليه رخيص. واكيد عندنا ديس ادفانتجز اكيد لانه بعض الادوات ما تتحمل الدرجه العاليه درجه الحراره العاليه مثل بعض يعني قطع البلاستيك وغيرها من الادوات ممكن يعني درجه الحراره العاليه ما يعني ما تتحملها. وبعض الادوات الحاده ممكن يصير بها الدلنك يعني نقصد بها شلون تنعمي بعد ما تقص يعني ما تسوي الكاتنج. فبعض الادوات ما نقدر نعقمها بالاوتوكليب وبنفس الوقت ممكن يسبب لي راست او كروجن بعض الاد مثل بعض البيرات وبعض الانسترومنتس ممكن يسوي لي بيهن كروجن. فبالتالي انا راح اشوف بعد من اطلع هاي الادوات وهاي البيرات اذا خليتهم داخل اوتوكليف وطلعتهم راح اشوف منطقه النيك او منطقه الشانك راح نشوف كوروجن اوكي. يعني دايموند بير اكو بيهم نخليه او مثلا كاربايد بيرز اذا خليناهم داخل الاوتوكليف وبعد العمليه راح نشوف الشانك او النيك راح نشوف بيها كوروجن. وبالتالي احنا لازم بعد يعني ما في هاي البيرات تكون بعد لازم نستخدمها اوكي. فبالتالي لازم نعرف انه الادوات اللي احنا نشتريهم تتحمل الدرجه الحراره العاليه نقدر نعقمها بالاوتوكليف او لا، لازم نتاكد منهم قبل لا نشتري اي اداه اوكي. زين فالطريقه الثانيه او الجهاز الثاني هذه الصوره نسميه كيميكال فيبر بريشر اور كيميكلي. فطبعا خليت هاي الصوره ورسمتها اعرف رسم ممكن مو زين او مو حلو بس هاي تعبر عن حالكم لان المحاضره يعني يحتاج حفظ بالامتحان اوكي. بس لازم يعني لازم نتعلم انه شلون نسوي استيبلايزيشن ادواتنا لان كلش مهم لازم تحافظ انت على سلامتك وعلى سلامه البيشنت اكيد اوكي. فهاي المحاضره مهمه بس صعبه شويه اوكي ما يخالف بس تحملوها. فكيميكال فيبر بريشر هي استيبلايزيشن باي كيميكال فيبر اندر بريشر. بنفس الوقت نقدر نقول عليها هي تشبه الستيم استيبلايزر يعني تشبه الاوتوكليف بس الفرق هناك كنا نستخدم بخار ماء اما هنا لا فد اكو فد ليكويد او كيميكال ليكويد راح نستخدمه حتى عند الحراره المعينه ودرجه الحراره المعينه احنا راح نصير بها غليان ونبخرها ونستخدم بخارها ومع الحراره والضغط المسلط نعقم الادوات مالتنا. الوقت اللي هنا راح نحتاجه هي تقريبا نصف ساعة إلى ساعة. شوفوا هناك كانت 15 دقيقة إلى 7 دقائق بس هنا لا نصف ساعة إلى ساعة. والدرجة الحرارة اللي مسلطة هي أكثر 131 سيليزي والضغط هو 20 IBS. وهي مثل الأثنين أوكسيد استيبلايزر إثيلين أوكسيد استيبلايزر أخذناها بالسلايد الثاني إن هي طريقة من طرق التعقيم هي تشبهها. لازم نستخدم فد كيميكال يعني فد ليكويد خاص حسب الشركة المصنعة لهذا الجهاز مالتنا. فمثلا إنه إذا نشتري الكيميكليب راح يجي راح تجي بالكتالوج مالته الشركة المصنعة راح تكتب انه لازم انت تستخدم مع هذا الجهاز الليكويد الفلاني اسم معين مثلا فد ليكويد او كيميكال ليكويد خاص او فد ديسنفكتنت نقدر نقول عليها خاص بهذا الجهاز لازم نستخدمه وياه اوكي. فهي تشبه الاوتوكليف بس الفرق انه انت الحرارة اللي راح تسلطها اكثر بوقت اكثر يعني انت راح تسلط الاداء مالتك لنصف ساعه كامله او الى ساعه كامله عند درجه حراره تقريبا 131 سيليزي او اكثر. فهنا راح
عندنا يعني اختلافات بالموضوع، انه ممكن بعض الادوات اللي ما تتحمل درجات عاليه مستحيل انه انت تسوي له تعقيم بالكيميكال بيبر، لانه هو بالاوتوكليف وممكن يتحمل الحراره او ما يتحمل الحراره. اوكي، بس كيف اذا عد 31 131 سيليزي لمده نصف ساعه او الى ساعه؟ اوكي، فلازم نخلي ببالنا انه الادوات اللي نريد نعقمهم نختار لهم الطريقه الصحيحه لتعقيمها. لازم نتاكد انه هاي الادوات تتحمل الدرجه الحراره العاليه او لا، او يصير بها صدى او يصير بها كروجن او لا. اوكي، فاكيد راح ناخذ الادفانتجز والديس ادفانتجز للكيميكليف مالتنا. المميزه الوحيده اللي نقدر نقول هذا الكيميكال وايبر بريشر، انه بعض الادوات اللي نخاف يصير بها كروجن اثناء التعقيم بالاوتوكليف، لأنه ممكن تتعرض إلى بخار ماء، فبخار الماء يعرض إلى كروجين، نقدر نعقمهم بالكيميكال بيبر برشر أو بالكيميكليف عن طريق الكيميكال بيبر برشر أو بواسطة الكيميكليف. أما الديسادفانتجز إنه بعض هاي الأدوات ما تتحمل الدرجة الحرارة العالية، يعني 131 سيليزي لمدة نصف ساعة أو ساعة ممكن ما تتحمل هاي درجة الحرارة. وبالتالي أكو فد ميزة او فد مشكلة نقدر نقول بهذا الجهاز، انه هاي الادوات اذا بدنا نغطيهم باكياس ما نقدر احنا براحتنا مثل ما كنا نغطي بالاوتوكليف، يعني فد اكياس خاصة نجيب الاداة ونخلي بيها وبعدين ندخلها داخل الاوتوكليف. لا، هاي الاكياس لازم نحصلها فقط من الشركة المصنعة للكيميكليف. يعني هاي الكيميكليف الشركة الفلانية اللي صنعت الكيميكليف تبيع وياها فد أكياس تطرحها بالسوق. أوكي، يعني أكياس خاصة لهذا الجهاز أنت لازم هم تشتريهم، يعني تقريبا تشبه احتكار الآيفون. أوكي، من شالوا منفذ السماعات وجبوك أنه تشتري السماعات إلا من عندهم، فهي تقريبا نفس الشيء. أوكي، فما تقدر أنه أنت أي أكياس تجيبهم وتغطي الانسترومنتس مالتك وتعقمهم، فلازم انت تشتري من نفس الشركة. الشغلة الثالثة انه بعض الصينية او الصواني نقدر نقول اللي وتريات اللي احنا راح نخلي بيها الادوات مالتنا وندخلهم داخل الجهاز، خلينا اكثر من اداة، يعني كمية هواية من الادوات نخليهم داخل هاي الصواني وندخلهم داخل الكيميكليب، ممكن ما توصل الحرارة بصورة صحيحة لكل الأسطح لهاي الأدوات، يعني ممكن هاي الأدوات كلها ما تتعقم بصورة صحيحة. ليش؟ لأنه إحنا خلينا كمية هواية من الأدوات داخل هاي التريات، وبالتالي ما راح تتعقم بصورة صحيحة، مو مثل الأوتوكليف، فهاي تعتبر من الديس أدفانتجز للكيميكليف. زين، فالطريقة الثالثة نسميها دراي هيت ستيريلايزيشن أو دراي كليف، مثل ما تشوفون هو على شكل أوفن اللي موجود بالمطابخ مالتنا أكثر شيء. فالأوفن مثل ما تشوفونه هو يشبه الأوفن، بها في تشامبر معينة نخلي بها الباكس أوف إنستومنت، اتفقنا أن الباكس إنه هي الأدوات نخليها داخل أكياس معينة. فهاي الباكس من نخليها داخل هاي التريات لازم تكون مسافة بين باكس وأخرى أقل شيء 1 سنتيم، حتى تيارات الهواء توصل كل أجزاء الأدوات. هنا راح ما نستخدم أي ستيم أندر بريشر، مجرد تيارات هواء ساخنة. يوصل درجة الحرارة داخل الشامبر، يعني داخل الأوبن مالتنا، يوصل إلى 160 سيليزي، والوقت المطلوب من عندنا أو التايم المطلوب هو من ساعة إلى ساعتين حتى نحصل الستيبلايزيشن بصورة كافية. فهنا ازداد عندنا الوقت، وبالتالي ازدادت عندنا درجات الحرارة، توصل إلى 160 درجة سيليزي. بس الفرق أنه ما نستخدم أي ستيم، أي بخار، أي شيء آخر، فلهذا السبب نسميها دراي هيت أو دراي كليف. أوكي، فأكيد بها فد مميزات. أول شيء إنه المواد المصنوعة أو الأدوات المصنوعة من كربون ستيل أو البيرات المصنوعة من كربون ستيل ما راح تصير بها لا راست لا كروجين، لا راح تفقد الكاتن إفشنسي مالتها، لأن كاتن إتش تبقى سليمة. شنو السبب؟ لأنه إحنا دنستخدم فقط تيارات هواء، يعني بدون أي بخار، بدون أي فتشغلات رطبة.
فبالتالي ما راح تصير عندنا أي مشكلة من هاي المشاكل، بشرط أنه هاي الأدوات قبل لا ندخلهم داخل الجهاز ننشفهم بصورة صحيحة، لأن ممكن هاي الأدوات إحنا قبل لا نسوي لهم بروسيسنج نغسلهم بالماء، أو ممكن نعقمهم بالمعقمات أو المطهرات، فلازم ننشفهم بصورة صحيحة 100%، لا تكون رطبة ولا شيء، وبعدين ندخلهم داخل الجهاز ونعقمهم. شغلة ثانية، من الوقت المطلوب هو من ساعة إلى ساعتين، ممكن نقلل هذا الوقت كلما زيدنا درجات الحرارة. الديسادفانتجز، أول شغلة أنه الأدوات اللي ما تتحمل درجات حرارة عالية فبالتالي ما راح نقدر نستخدمهم على الدراي كليب، مثل الربر، مثل البلاستيك انسترومنتس، فبالتالي الدرجات الحرارة العالية ممكن يعني يسوي لها دامج. الشغلة الثانية أنه نقدر احنا نقلل درجات الحرارة، أوكي، بس بالتالي راح نزيد الوقت، وبالتالي التايم راح يزداد كلما قللنا درجات الحرارة، درجة حرارة الجهاز. والشغلة الثانية الأخيرة العفو، اللي هي heavy loads of instrument أو crowding of packs، الأكياس، إحنا قلنا الأدوات راح نخليهم داخل أكياس، ممكن سوينا wrapping، هاي الأدوات مندخلهم داخل هاي الأكياس، إذا خلينا مثلا أدوات هواية بداخل كيس واحد، أوكي، وبعدين سدينا هذا الكيس وخليناه بداخل الجهاز، او مثلا هاي الباكس وهاي الاكياس خلينا بين وحده وحده مسافه اقل من 1 سنتيم، يعني سوينا لهم كراودين، اوكي، يعني خلينا واحد بصف الثاني بدون اي مسافات بيناتهم. ممكن هاي الادوات ما تصير بيها ستيرلايزيشن بصوره صحيحه، ليش؟ لأنه التيارات الهواء بنفس الوقت ما راح توصل إلى كل الأماكن، فالحرارة ما راح تتوزع كل الأجزاء، كل أجزاء الأدوات، وما راح تتحكم بصورة صحيحة، أوكي؟ أما الطريقة الرابعة اسمها أثيلين أوكسايد ستيبلايزيشن، مثل ما تشوفون هاي الصورة وجهاز الفخم صورته يعني شوية حلوة، بس صراحة ما موجودة هواي بالعيادات، لكن هي الطريقة الأفضل والجهاز الأفضل حتى نسوي استيرلايزيشن للمواد أو للأدوات، خاصة الأدوات اللي تكون heat sensitive instruments and delicate materials مثل الروتري هاند بيس، يعني مثل التوربان والهاند بيس وغيرهم، هاي المواد شوية تكون حساسة ونخاف إنه شوية ممكن تخرب تصير بيها كروجين، هذه فهذا الجهاز هو الطريق الأسلم والجهاز الأسلم والطريقة الأفضل حتى نسوي بها استيبلايزيشن لهاي الأدوات. ليش؟ لأنه ما راح نعرض الأدوات إلى درجة حرارة عالية، الحرارة المستخدمة هنا هو أقل من 100 سيليزي، لكن هنا راح نستخدم فت غاز معين اسمه أثيلين أوكسيد، وهذا الغاز راح يكون highly explosive and inflammable، يعني قابل للاحتراق، الاشتعال، انفجار، فلازم احنا نشيل حذرنا أثناء ما نشتغل بهذا الجهاز. وعدها فد ميزة، هذا الجهاز عنده فد ميزة كلش حلوة، انه highly penetrative، يعني هذا الجهاز وهذا الغاز يعني نقدر نقول هذا الغاز بالذات هو نفسه وبهاي درجة الحرارة اللي ممكن يعني راح تكون أقل من 100 سيليزي راح يسوي بينتريتن، راح تخترق هاي الأكياس والباكس وغيرها وتوصل كل أجزاء الأدوات وتعقمهم بصورة صحيحة وبصورة 100%، وما راح تسوي عدة أي كوروجين، وبنفس الوقت راح تسوي باكتيري سايدال أكشن، يعني راح تقتل البكتيريا مكانها، لأنه بكو بعض الأدوات وبعض الكيميكال أيجنس ممكن نسوي لي يعني إنهبيشن، يعني تثبط لي عمل البكتيريا وتضعفهم وتقلل من فعاليتهم، لا هنا ماكو اي تفاهم بالموضوع، يقتل البكتيريا في مكانها. وكل الادوات سواء تاولز ميتال بلاستيك نقدر نستخدمهم ونعقمهم خلال هذا الجهاز وبواسطة هذا الجهاز، اوكي. زين، اما الطريقه الاخيره اسمها هيدروجين بيروكسايد بلازما، صراحه هاي الطريقه مو مشهوره جدا، فاكتفيت انه خليت بس الصوره، ما راح نتكلم عنها شيء ثاني، بس حبيت انه تعرفون انه هذا الجهاز هذا الشكل، هاي الطريقة اسمها هيدروجين بيروكسايد بلازما، يستخدم يعني بعض الاحيان بعض العيادات، بس صراحة هي مو طريقة ومو جهاز مشهور، مو مثل الاوتوكليف وغيره، فبالتالي اكتفيت بس بالصورة وما راح نتكلم عنه شيء ثاني. اما الموضوع الثاني اسمه ليكويد ستيبلانس او هاي ليفل ديسنفكتنس، نقصد بها معقمات راح نستخدمهم حتى نعقم ادواتنا، وشرط انه هاي الادوات ما نقدر نعقمهم نسوي لهم استيرلايزيشن
بواسطة الأجهزة أو الطرق الخمسة اللي ذكرتهم، وبالتالي أكيد إحنا لازم نعقمهم، فنستخدم معقمات تعتبر من مجموعة الـ High Level Disinfectants، يعني تسوي لي disinfection نسبة كلش عالية، وبالتالي راح تقلل لي فرصة انتقال الأمراض من patient إلى patient، وتقلل لي فرصة حدوث الانفكشن. فبعض الملاحظات راح نذكرهم، إنه المادة أو المعقم المشهور جداً واللي نستخدمه هواية كهاي ليفل ديسنفكتنت اسمه جلوتارالدهايد بنسبة 2 إلى 3%، هذا حفظوه لأن ممكن يجيكم كMCQ. جلوتارالدهايد نسبة 2 إلى 3%، النسبة صح ممكن الرقم صغير بس لا يغركم الرقم، لأنه هاي المادة ممكن إذا وصل للسكين يسبب لي مشاكل ريتيشن حساسية. فالدنتست أو المساعد لازم يشيل الحذر إذا استخدم هاي المادة، فلازم ينتبه. شغلة ثانية إنه ممكن تسوي لكل للبكتيريا سبورز من 6 ساعات إلى 10 ساعات تريات، إحنا ممكن نمليهم بالجلوتارالدهايد، بعدها نغمر أدواتنا داخل هذا التري لمدة 6 إلى 10 ساعات، وبالتالي راح نحصل على نسبة ديسنفكشن يعني كلش مقبولة، وكل البكتيريا سبورز راح نتخلص منها، أو نسبة كلش كبيرة من البكتيريا سبورز راح نتخلص منها، وبالتالي يعني ما راح تسبب لي فد انفكشن إذا استخدمنا الأدوات العفو، ما راح تسبب لي فد انفكشن أو ممكن تنقل أمراض من بيشنت إلى بيشنت. الشغلة الثالثة أو الأمر الثالث، ملاحظة الثالثة، أنه هاي المادة أو هذا المعقم اللي احنا خلينا أو ملأنا بها التريات، ما ننصح أنه نستخدمه للمرة الثانية، يعني من بعد 6 إلى 10 ساعات بعد ما طلعنا أدواتنا هذا المعقم لازم يعني المفروض احنا نتخلص من عدة، مو نستخدمه مرة ثانية، لأنه ممكن التراكيز اختلفت وبالتالي ما راح نحصل على النتيجة اللي احنا نريدها. الأمر الآخر أنه الأدوات قبل لا ندخلهم أو نغمرهم داخل الجلوتارالدهايد لازم ننشفهم وتكون دراي 100%. ليش؟ لأنه احنا الأدوات قبل لا نسوي لهم استيبلايزيشن أو ديسنفكشن أول شيء لازم نغسلهم، خاصة مثلا الفورسبس بعد القلع نشوف ممكن اكو فت قطع من البلاد وصاير مثل الكلوت، اوكي يعني لا ملتصق على على هاي الادوات وصاير مثل الكلوتات، فلازم نتخلص منهم. كيف؟ لازم نغسلهم يعني فد فرشات معينه جوا المي ونتخلص من هاي الكلوتات، وبعدها ننشفهم، لازم ننشفهم يعني نسوي لهم يعني دراينس 100%، وبعدها هسه ممكن نسوي لهم استرايليزيشن او نسوي لهم ديسنفكشن ايا كان. يعني الامر المهم انه لازم تكون دراي نسبه 100%. فبالتالي هاي الادوات اذا كانت رطبه وخليناهم داخل الجلوتارالدهايد، فاحنا دخلنا في نسبه ماء داخل هذا المحلول، وممكن النسب تختلف، وبالتالي ما راح احصل النتيجه اللي انا اريدها. اوكي. الأمر الآخر مثل ما قلنا إنه هاي المادة ممكن تسبب لي irritation، ممكن تسبب لي حساسية to skin and respiratory passage، يعني ممكن هذا المادة إحنا أثناء ما نستخدمه تنتج منه فد بخار معين أو فد رائحة كلش قوية، ممكن الدنتست ده يعني ملابس كمامة أو هذه والغرفة والعيادة مالته يعني ما بيها فد نسبة تهوية صحيحة، ممكن يسبب له مشاكل الجهاز التنفسي، وممكن حتى ممكن يبدي يقح يصير عنده نوبات قحة أو أشياء ثانية إنه إحنا مريضه. فبالتالي الطبيب أو المساعد اللي يستخدم هاي المادة حتى يعقم الأدوات لازم يشيل حذر أثناء استخدامهم، إنه لا يصير عنده لا يطخ هاي المواد، لا توصل للسكن للجلد، لأنه ممكن يسبب لي حساسية، ممكن يسبب لي حروق يعني ريتيشن وغير شيء، وممكن لها والرائحة اللي صادرة من هاي المواد لا يستنشقها، يعني يكون لابس كمامة لأنه ممكن يسبب مشاكل أو يؤذي المجرى التنفسي مالته. أوكي.
اما الملاحظه اللي بعدها تقول انه الجلوتال دايت بنسبه 2% ما ننصح انه نستخدمه حتى نعقم اسطح اللي موجوده داخل المكتب مثل الدنتال تشير والدنتال يونت، لانه ممكن يسبب لي اضرار لهاي الاسطح، وبالتالي لازم احنا نخفف الجلوتال دايت او نستخدم معقمات ثانيه. وبنفس الوقت انه الجلوتال دايت عاده ياخذ تقريبا يستغرق تقريبا 20 دقيقه حتى يقتل التوبركلوسيس بكتيريا او بكتيريا المسؤوله عن التوبركلوسيس او عن المرض السل الرئوي، اوكي؟ فبالتالي اكو معقمات ثانيه تعطيني نفس النتيجه بوقت اقل، تقريبا تاخذ 10 دقائق حتى تتخلص من مثلا توبركلوسيس بكتيريا، وبنفس الوقت انه توكسيسيتي مالتها اقل، يعني اضرارها اقل، اوكي؟ والملاحظة الأخيرة كلش مهمة ممكن تجي على شكل MCQ، إنه الأدوات اللي يصير بها أو اللي that penetrate tissue or contact mucosa are termed critical or semi-critical instruments. يعني الأدوات اللي ممكن تخترق السوفت تيشو داخل ال يعني داخل الأورال كافيتي، تخترق السوفت تيشو أو ممكن تلامس الأورال ميوكوزا أو تلامس الميوكوزا، احنا هاي الادوات نسميها كريتيكال او سيمي كريتيكال، وراح نتكلم عنهم اكثر بالسلايدات الجايه. فبالتالي هاي الادوات احنا لازم نسوي لهم كليننج، يعني اول شيء ننظفهم، بعدها نعقمهم ونسوي لهم استيرلايزيشن بواسطه مثلا هسه هيت استيرلايزيشن او غاز استيرلايزيشن، يعني بوحده من الطرق اللي ذكرناها هاي لازم 100%. ليش؟ لأنه مهما إحنا سوينا لهم disinfection بواسطة المواد اللي تعتبر high level disinfectants، بس تبقى احتمالية إنه ممكن يسبب لي infection للpatient اللي راح استخدم هاي الأدوات إلى مرة ثانية، أوكي؟ فد ملاحظة أو مو ملاحظة، إنما استخدام الهاي ليفل ديسنفكتنت قلنا إنه الأدوات اللي تكون من البلاستيك آيتيمز اللي ذات انتير ذا ماوث أند ذات كانت withstand heat stabilization، يعني إنه ممكن هاي الأدوات اللي مصنوعة من البلاستيك وما تتحمل درجات الحرارة اللي تتسلط عليها أثناء الاستيرلايزيشن، ما تتحمل هاي درجات الحرارة العالية وممكن يصير بها دامج، اوكي، فاحنا راح نستخدم لهم هاي ليفل ديسنفكتنتس وبالتالي نسوي لهم ديسنفكشن، اوكي. وفد ملاحظه حتى اذكركم، احنا حكينا عنها اول سلايد انه ديسنفكشن نستخدم ديسنفكتنت على الادوات وعلى الاسطحه الغير حيه، اما الانتيسيبتيك هي نفس ديسنفكتنتس، يعني معقمات مطهرات، بس راح نستخدمها على اسطح حيه او على لايف تيشو نسمى هاي العملية antisepsis. فحبيت أذكركم بهاي الملاحظة اللي ذكرناها بالسلايد الأول. أما هذا السلايد مثل ما مبين من الستيكر سلايد لكم، أوكي، هو موجود من ضمن المنهج، بس هذا السلايد كلش مهم، لأنه هذا السلايد يعني إذا ما حفظتوه وإذا ما حفظتوه للامتحان أوكي ماكو مشكلة ممكن، بس هذا السلايد لكم مجموعة من اللقاحات اللي مفروض كل أطباء الأسنان وكل من دا يشتغل بعيادة الأسنان مثل المساعدين وغيرهم وعندهم اتصال مباشر مع الدنتست، العفو مع البيشنت، لازم ياخذون هاي اللقاحات، وعلى رأس هاي اللقاحات هو لقاح الـ HP virus. كلش مهم، كلش أكد على هذا اللقاحاني، لأنه هذا المرض أو هذا الفيروس ممكن ينتقل عن طريق لعاب البيشنت، ممكن ينتقل عن طريق البلاد، او انت اعطيت انستيزيا للبيشنت وما تدري وشكيت نفسك بالنيدل، فاذا البيشنت عنده اتش بي فيروس ممكن ينقله الك، ويعني هواي بها طرق انتقال هذا الفيروس، ف يعني هو كلش خطر، وبالتالي اذا انتقل الك انت هنا نهيت حياتك المهنيه ودخلت في مجموعه من يعني في دوامه من الفوضى والمشاكل اللي ممكن تضر نفسك، عائلتك، أسرتك، المرضى اللي بعد يعني مستقبلا ممكن يراجعوك، فبالتالي انت نهيت حياتك المهنية حرفيا. فالـ HP virus يعني دا أأكد وأعظم هذا الفيروس لأنه كلش خطر، وأنصح كل أطبائنا
ياخذون هذا الفيروس، وخاصة انتم بعد هذه المحاضرة من باكر تروحون تاخذون هذا اللقاح، موجود بكل يعني بكل المراكز الصحية موجودة، تجي على شكل جرعتين، وانصحكم عليه. ولازم انتم هذا اللقاح يعني المفروض تاخذونه 100%، دا أأكد، لأنه هذا الفيروس كلش خطر. اللقاح الثاني، العفو، اللقاح الثاني هو ضد الانفلونزا، الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية روبيلا، والتيتانوس الكوزازا، ونسميها مرض التشنج العضلي. فهاي اللقاحات مهمة، بس أهم شيء هو الاتش بي فيروس المفروض انتم ماخذينه. واحنا بعصر الكورونا اكيد لازم تاخذون ايضا لقاح الكورونا، بس لقاح الاتش بي فيروس يعني نقدر نقول اذا ما اخذتوا وجاكم لا سمح الله بيشنت عنده اتش بي فيروس وما يدري، اكو بيشنت يعني اكو مرضى يجون وما يعني هم ما يدرون عندهم انه عندهم هذا الفيروس، وما يحكون ويعرفون او يشوفون انه هذا يعني عادي، فد يعني مو مفد مشكله او مو خطره او مثلا ما ينقل اوكي يعني دا تفهموني، فممكن يسبب لكم مشاكل، ممكن ينتقل لكم وانتم المتضررين يعني متضررين بالدرجه الاولى. اوكي، فالدنتس دائما حياته معرضه للخطر، يعني فقراته معرضه للخطر، مفاصله، صحته، فلازم تحافظون على صحتكم قدر الامكان، ولازم تحافظون او تسوون كنترول انفكشن، يعني تستخدمون الجلوفز وغيرها، راح نذكرهم ان شاء الله بالسلايدات القادمه. بس هذا اللقاح لازم تاخذوه، الاتش بي فيروس اكدت عليه يمكن هسه 4 أو 5 مرات، هذا الفيروس خطير، فاللقاح يعني لازم تاخذونه. اوكي زين، اما هذا السلايد راح نتكلم عن الهاند واشينج اند كير اوف هاندز. العنوان شوية غريب اوكي، بس هو صراحة كلش مهم. هاي الصورة خليتها لكم، هاي الخطوات كلهن لازم انتم اثناء غسل اليدين بالصابون لازم تطبقوهن. اوكي، لانه انتم اكيد اذا غسلتوا يديكم بالماء والصابون بسرعة انتم ما سويتوا ديسنفكشن للبكتيريا الموجودة بيديكم صورة 100%، لانه بعض الاماكن ممكن ما توصل الى الصابون او ممكن ما تتأثر هاي المناطق بصورة صحيحة بالصابون، خاصة بين الاصابع، بين الاصابع وتحت الاظافر وغيرهم. فهاي الخطوات كلش مهمة، وممكن اذا شايفين بالافلام انه الاطباء قبل العملية كيف يعني يغسلون يديهم، فهذا عندهم في البروتوكول معين، فهو هذا تقريبا نفس الشيء. DHCW مختصر الدنتال هيلث كير وركرز، المفروض انه يغسلون ايديهم قبل لا يشتغلون البيشنت وبعد ما يكملون من البيشنت، يعني قبل لا يلبسون جلوفز يغسلون ايديهم، وبعد ما يكملون وينزعون الجلوفز ايضا لازم يغسلون ايديهم. زين، شنو السبب هسه نقوله؟ ايضا اذا انت لا يعني انت ما تشتغل، بس مجرد انه صار عندك يعني فالتلامس بالادوات اللي صار بها contaminated by blood saliva respiratory secretions، فبالتالي انت ايضا هنا ممكن ايدك تلوثت، فايضا لازم تعقمها وتغسلها بالماء والصابون. اما السبب انه ممكن احد يسال اوكي اني ليش اغسل ايدي وانا راح البس جلوفز، ببساطة انه الجلوفز ممكن يصير بها perforated، ممكن يعني يصير بها ممكن يعني تنزرف، ممكن يصير بها يعني فد ديفكت اثناء الشغل. اوكي، خاصة بالتوربان او الهاند بيس اثناء الشغل، انتم خاصة بيجنرز والجلوفزات اذا مو نوعية جيدة فممكن اثناء الشغل يصير بها perforated وتسوي لكم مشاكل. بنفس الوقت الماي والصابون، خاصة هاي صاب يعني اكو فت صابونات شوية ممكن اسعارها تختلف، تراكيزها ممكن تختلف، هذه ديتول غيرها. هذا الماي والصابون شنو تأثيره؟ انه الترانزينت مايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تنتقل لكم دايركتلي او اندايركتلي فروم ذا بيشنت، هنا ممكن انت راح تقطع عليها، وبالتالي راح تنقذ نفسك ايضا من سلسله من الانفلاماتوري ريسبونسز ومن الانفكشنات اللي ممكن تصير بكم، من الامراض اللي ممكن تنتقل لك. اوكي، فهذا الاستاد ايضا همات يعتبر لكم، انه هذه الخطه طبعا هاي الصوره انا تقصدت خليتها وما موجوده بالمنهج،
بس هاي الخطوات كلش مهمة، الصورة اللي تشوفون انتو كلش مهم، لانه كواي ممكن بس يعني بس يغسل ايده بالماي والصابون بالطريقة الاحتيادية هذه اللي بعد الاكل، ممكن اكو بيهم يغسلون ايديهم، فعبالهم الامور هو كذا. اوكي لازم، لا اكو فد خطوات مهمة لازم انت تعتني بين الاصابع وغيرها، وشوية تطول حتى الصابون يعني ينطي مفعوليته. اوكي فهذا السلايد ايضا لكم. اما السلايد التالي هو ايضا سلايد لكم، ومن اقصد انه هذا السلايد لكم دا اقصد انه صح هو موجود بالمنهج صح، بس هذا السلايدات وهذه السلايدات لازم انتم تنتبهون عليهن اكثر. ليش؟ لانه وهاي السلايدات عن طريقها راح تحافظ عن نفسك وايضا عن البيشنت، يعني تحافظ عن نفسك وعن صحه البيشنت. هذه السلايد راح نتكلم انه شلون تتعامل ويا الادوات الحاده، اوكي، مثل النيدلز، سكالبل بليدز، وايرات. شنو الوايرز اللي نقصد بيها؟ الوايرز اكو شايفين التقويم، هاي الوايرات وهاي الاسيام احنا نسميها اورثودونتيك وايرز. فاثناء انت ما تتعامل مع هاي الشغلات الحاده وهاي الشارب ايتمز، لازم انت يعني لازم تاخذ كل الحذر، اوكي، لانه هاي الادوات وهاي الايتمز انت مثل النيدل سويت له بنتريشن للسوفت تيشو اوف ذا بيشنت، وبالتالي صار بيه كونتمينيتد وذ ذا بيشنت بلاد، اضافه مع السلايبه، والبيشنت ممكن عنده امراض او ممكن او هو نفسه يعني اكو فد بكتيريا بداخل الاورال كافيتي اللي ممكن موجوده، وبالتالي ممكن يسبب لك امراض او انفكشن. فانت لازم تتعامل مع هاي الادوات يعني بكل حذر. ليش؟ لانه ممكن هاي الادوات تسبب لك انجري وبالتالي مباشره يدخل جسمك، اوكي. فسيطره الجسم على هيج يعني هيج طرق من انتقال الامراض شوي راح تكون صعبه. فاكو في التكنيك خاصه النيدل، هو اكثر شيء الدنتست ممكن يعني يضر نفسه هو عن طريق النيدل، يعني هو عن طريق النيدل بعد ما يعطي انستيزيا. فاكيد واثناء ما دا يرجع النيدل لمكانه فيلزم هذا الجزء بيده، والجزء الثاني بيده الثاني ايضا. فاثناء لها اثناء العمليه فمدى يسنتر هذا الجزء داخل هذا الجزء ويعني تشك ايده ويسوي له مشاكل وبالتالي يسبب له انجري، وبالتالي ممكن يسبب له انفكشن او امراض معينه. فالطريقه الاسلم ممكن تيجي فد يعني هيجي فد قطع، اوكي، انت يعني تدخل هنا تخلي النيدل مالتك هنا، او اكو فد هيجي فد قطع ايضا كذلك، راح انت تخلي القبق مالت النيدل راح تخليها بهذا المكان، وبالتالي انت بكل سهولة تجيب النيدل وتدخلها بالقبق مالته. اما اذا ما متوفر عندك انت هذا هاي الطريقة هو الطريق الاسلم، يعني خلي القبق على التري وانت تجيب النيدل ودخله داخل القبق وهذا من تحت، انت بالسيف سايد. بس لا تحاول انه تجيب النيدل بايد القبق بايد وتحاول انه تدخلهم، لا، ممكن يعني انت تشتبه وانت مثلا يعني ستريس عليك او لود، وخاصة عيادات الكلية انت مخبوص وهذا وما تنتبه وممكن تشك ايدك وتسبب مشكلة. فديروا بالكم هذا السلايد كلش مهم، لان اكثر المشاكل واكثر يعني اكثر شغله تقدر تقول همات مؤلمه كلش، تشكت هاي الاوبرا غير كلش مؤلمه. فاكثر المشاكل هي تجي من النيدل، فانا تقصدت خليت هاي الصوره انه تنتبهون، وكذلك خليت هاي الصوره ممكن تلقون بالمكاتب اشكال هوايه، ممكن تخلون النيدل نفسه وممكن تخلون القبق مال النيدل بهذا الجزء، وبالتالي انتم تخلون مباشره النيدل داخله بكل سهوله. زين، اما هذا السلايد راح نتكلم عن انفكشن كنترول بروجرام ان مينيمم دنتال اوفيس، ابسط عياده اسنان على الاقل لازم توفر كل هاي النقاط اللي انا راح اذكرها، اوكي، حتى تسوي انفكشن كنترول. اول شغله واول نقطه انه يوفر استريليزيشن اوف انسترومنت، يوفر في الطريقه وفي الجهاز معين حتى يعقم ادواته، يعني على الاقل لازم هو يوفر الاوتو كلير، اوكي. النقطة الثانية انه ياخذ ميديكال هيستوري بصورة كل صحيحة من البيشنت قبل لا يشتغل له. ده نقصد من الميديكال هيستوري، احنا قبل لا نشتغل البيشنت عندنا فد استمارة نسمها كيس شيت، بها معلومات البيشنت وهاي امور ان شاء الله راح تاخذونها يعني بعدين بصف الرابع وبالتدريب الصيفي مال الصف الرابع.
الكيس شيت بيها فد جزء نسميها ميديكال هيستوري، اكو دنتال هيستوري، اكو اكزامينيشن، اكو دياجنوسيس. المهم فيها فقرات هوايه، يودنا محاضره على الاقل حتى نسولف عن الكيس شيت. بس الميديكال هيستوري هذا القسم انه انا اسال البيشنت اذا عنده فد امراض معينه، عنده فد حاله معينه، اخر مره شو وقت زار طبيب او راح للمستشفى او ياخذ ادويه معينه، لانه البيشنت مرات ما يعرف. يعني يقول هو يدري عنده مثلا فد مرض معين، اوكي، بس يقول اوكي جاب هذا المرض على الاسنان، فراح يقول لكم لا ما عندي، اوكي. او تساله تلقى عمره مثلا 60 او 70 سنه وجايك للعياده، تقول له عمو بيك شيء؟ يقول لك لا. عندك سكر؟ لا. ضغط؟ لا. بعدين يطلع هو عنده يعني عنده سكر، اوكي. فالميديكال هيستوري انه تستفسر عن حاله الحاله الصحيه، الحاله العامه الصحيه للبيشنت قبل لا تشتغل له. ممكن عنده فد مرض معين لا سمح الله يعني يكون خطر عليك، او ممكن يسبب لك مشاكل اثناء الشغل، مثلا عنده حساسيه او مثلا عنده ربو وغيرها. بس احنا مثلا هاي النقطه اللي هسه احنا بدنا نربطها عليه مات الانفكشن كنترول، مثلا اذا عنده هيباتايتس اس بي فايروس وما يدري او يعرف، بس يقول اوكي يعني ماكو فد ربط او علاقه بين يعني بين الاسنان وبين المرض اللي عندي، فراح يقول لك لا. فالح وياه بالسؤال، وبنفس الوقت اكو فد اعراض تبين على البيشنت اذا هو عنده اتش بي فايروس، ممكن البيشنت عنده بس ما يعرف وما يقول لكم، اوكي. فانت لازم تكون طبيب ذكي وتاخذ من عنده ميديكال هيستوري بصوره كل صحيحه، يعني تنتبه على هاي النقطه. النقطه الثالثه انه مثل ما قلنا كن انت ماخذ هيباتيتس بي واكسين، يعني انت كن ماخذ لقاح الاتش بي فايروس، هذا كلش مهم. واكدت ثاني يعني 5 أو 6 مرات اكدت عليكم، واتمنى بعد هاي المحاضره انتم تتوجهون للمراكز الصحيه وتاخذون اللقاح هذا. وبنفس الوقت قبل لا اشتغل اعطي للبيشنت انتيسبتيك اند ماوث واش حتى يغسل الماوث مالته قبل اشتغل اليه، حتى اقلل تراكيز يعني البكتيريا او نسبه البكتيريا او نسبه انتقال الامراض اللي ممكن تنتقل من البيشنت الي، اقلل هاي النسبه عن طريق الانتيسبتيك اند ماوث واش، اخلي هاي الغرغره احنا نسميها. وبنفس الوقت الدنتست لازم يستخدم الماسك اند جلوفز، هذا كلش مهم. مستحيل طبيب يشتغل بدون جلوفز، بس ممكن يشوفون طبيب يشتغل بدون ماسك، وهذا الشيء كلش غلط. اكو نظارات احنا نسميها بروتكتيف اي جلاس، فنظارات خاصه انت يعني تلبسها وتحمي عينك، خاصه بجلسات البريو ومن انت دا تشتغل بالتوربين. ممكن هذا بذاذ الماي او السلايبه مال البيشنت ممكن يعني يظل يتطفر عليك وعلى وجهك، ويمكن يدخل عيونك تدخل العين ويسبب لك ايضا هم مشاكل. رابر دام، هسه اشوفكم صوره رابر دام، سيرفيس كلينين اند كفر تري، انه انت دائما تكون انت محافظ على نظافه الاسطح، يعني نظافه التشير وغيره، ومغطي التري مالتك فد اكو فد ديسبوزبل تري نسميه احنا تاول تري، اوكي. موجودة هسه صورتها مات أيضا أشوفها لكم. والنقطة الأخيرة اللي هو نفسه السلايد اللي قبله تكلمنا على النيدل أند شارب إنسترومنت سافيتي، إحنا ما راح نتكلم على هاي النقطة لأن حكينا عنها بالسلايد اللي قبله. أما رابر دام، هاي صورتها، هاي صورة رابر دام، هذا رابر شيت، هذا نسميه إحنا هذا فريم مالت الرابر دام. هاي نوعية ثانية، لأن رابر دام تجي على أشكال، هاي نوعية ثانية أيضا رابر دام، وهذا قصدنا بيها التريات، إنه أنت راح تغطي هاي المنطقة، هذا تاول العفو، راح تغطي بيها التري مالتك، وبعدين بتكمل. هاي هو ديسبوزبل يعني شيلها وذبها. وهاي النوعية الثانية هاي كلش حلوة، إنه تخلي أنت أدواتك وترتبهم بصورة صحيحة، هاي تجي بلاستيك وديسبوزبل. وهذا شكل التريات اللي عندنا، تاولز العفو اللي عندنا، تجي عليه باكيت فيها 50 أو 100 قطعة اتوقع. الرابر دام كلش مهم، ما راح نتوسع بيها لانه هسه انا اشوفه مو مهم، ومو مهم مو وقتها انه نتوسع بالرابر دام واستخداماته وكذا. بس الشغله المهمه انه انت راح تقريبا يسد هذا، يسد الاورال كافيتي عنك، وبالتالي راح يمنع انتقال السلايبه.
وممكن بنفس الوقت يمنع انتقال ال respiratory secretions باتجاهك، وبالتالي انت سويت infection control. فالربر دام كلش مهم اثناء الشغل، ربر دام كلش مهم. فعلى الاقل ممكن تدخلون انتم عياده ما تلقون ربر دام، ممكن نتغاضى عنها بس هو مهم كلش مهم، لكن هاي النقاط اللي ذكرتهم لازم متوفره لازم. اوكي، وقصدنا هنا بروتكتيف اي جلاس، وتقريبا نفس هذا النظاره، فاحنا نسميها بروتكتيف اي جلاس. اوكي، واما هذا السلايد، سلايد كلش مهم. قبل كم سلايد تكلمت عن او ذكرت فد ملاحظه كلش مهمه، قلت ممكن تجيكم على شكل ام سي كيو، انه ذكرنا الادوات اللي سميناهم كريتيكال اند سيمي كريتيكال، وقلت بالسلايدات القادمه راح اوضحهم ان شاء الله. فبهذا السلايد راح نوضحهم، وهذا السلايد كلش مهم، ممكن تجي عليه هواي اسئله بالامتحان. ادوات اللي راح نستخدمهم بالعياده، سواء عيادة البروت اوبراتيف سيرجري، كل ادواتنا، كل الادوات راح نقسمهم على اساس الريسك اوف ترانسميشن اند نيد اوف ستيريلايزيشن الى ثلاث اقسام: كريتيكال، سيمي كريتيكال، اند نان كريتيكال. شنو نقصد بيهم؟ عندنا في الجدول معين راح نوضحهم، هذا الجدول كلش مهم. عندنا نقصد بالكريتيكال هي الادوات اللي نستخدمهم حتى نسوي بنتريشن للسوفت تيشو، ندخل داخل السوفت تيشو، وبالتالي ممكن هاي الادوات تصير بها تتلامس مع البون، كونتاكت وذ ذا بون، وبالتالي يعني تدخل داخل يعني بلاد ستريم وتتلطخ بالدماغ. وهاي الادوات بما انه تلوثت بالدم ودخلت داخل السوفت تيشو وصار بها كونتاكت وذ ذا بون، لازم نسوي لها هيت ستيريلايزيشن، يعني نسوي الاستيلايزيشن بطريقة من الطرق الخمسة اللي ذكرناها. أما إذا أنت بالعيادة عندك قطعة واحدة من هاي الأداة وخليتها داخل الأوتوكليف، والبيشنت اللي بعده لازم تشتغل بنفس القطعة، فأنت راح تتأخر، يعني أنت التايم كلش مهم بالعيادة إلك، فأنت راح تتأخر. والحل الوحيد إنه إلى أن الأداة تكمل تكمل التعقيم وتكمل، يعني مثلاً الأوتوكليف تأخذ ربع ساعة، ومع بعض الأجهزة تأخذ مثلاً نصف ساعة ساعة، فهذا كله وقت عليك. فالحل الوحيد إنه أما تستخدم disposable instrument، يعني تستخدمه مرة واحدة وتذبه، أو توفر من كل أداة أكثر من قطعة، حتى من تشتغل البيشنت تخليها داخل الأوتوكليف على سبيل المثال، فالبيشنت اللي بعده تشتغل انت بنفس بنفس الاداء بس بالقطعه الثانيه، تكمل وانت بنفس الوقت هاي الفتره اللي انت اشتغلتها على البيشنت كملت التعقيم من الاداه اللي خليتها داخل الاوتوكليف، فسوي في التبادل بيناتهم. اوكي، يعني تخلي قطعه داخل الاوتوكليف تشتغل بالثانيه وهكذا. مثل شنو؟ مثل السيرجيكال انسترومنتس، مثل البيريودنتال سكيلرز، مثل سكالبل بليدز، مثل سيرجيكال دنتال بير. سيرجيكال دنتال بير هي بيرات مثل ما ذكرناهم بالمحاضرة السابقة، بيرات نستخدمهم مع التوربين، بس هناك كنا نستخدم هاي البيرات مع الأوبراتيف، يعني عيادات الأوبراتيف، لهاي البيرات راح نستخدمهم عيادات السيرجري، لأن بعض الأحيان أكو قطعة أو في جزء معين من البون لازم نسوي له كاتينج، فنستخدم هاي البيرات. أوكي، أما السيمي كريتيكال هي أدوات راح إحنا نسوي لها، يعني مو فد شغلة معينة راح نسوي لهاي الأدوات مع السوفت تيشو، إنما راح يصير بها فد كونتاكت with the mucous membrane، يعني راح يصير تلامس، راح يعني فد أكو والتصاق مع الأداة مع الميوكاس ميمبرين، or non intact skin. non intact skin يعني السكن اللي عندنا مو سليمة. أوكي، فهي مجرد تلامس بدون أن الأداة تدخل داخل السوفت تيشو، بدون أن تتلامس مع الدم، بدون أن تتلامس مع البون. فهاي الأدوات نسميهم سيمي كريتيكال، وهاي الأدوات ممكن نسوي لهم هيت استيريلايزيشن، أو نكتفي مع الهاي ليفل ديسانفكتنت اللي ذكرناهم، الجلوتارالدهايد على سبيل المثال. شنو هاي الأدوات؟ الأدوات ممكن اللي هي دنتال ماوث ميرر، أمالغام كوندنسر، هاي أمثلة، يعني مو كل الادوات انما هي فد كم مثال، او مثلا امبريشن تري، تريات نستخدمهم، قوالب نقدر نكون نستخدمهم بالعيادات البروس حتى ناخذ طبعه للبيشنت، او دنتال هاند بيسز مثل هاند بيس توربين.
فممكن نسوي لهم heat sterilization أو نكتفي بال high level disinfectant. وطبعا أكيد حسب المريض، إذا مثلا المريض يجيكم بعد oral hygiene أو مثلا عنده مشاكل صحية، فأكيد إنه يعني لازم نسوي له heat sterilization. بس هي بالتالي إنه ما صار بها فد يعني penetration للsoft tissue، ممكن نكتفي بال high level disinfection. أما القسم الثالث أو الصنف الثالث هو اسمه non critical، انه احنا هنا هذا الاداة ما دخلنا داخل الاورال كافيتي، مجرد انه تلامست مع الانتاكت سكين ومن خارج الماوث. مثل شنو؟ مثل راديوغراف هيد او كون. الراديوغراف من تاخذون اكس راي للبيشنت، هذا جهاز الراديوغراف، هذا الكون يصير على شكل انبوبة توجهونه باتجاه الماوث اوف ذا بيشنت وتاخذون اكس راي، فراح تتلامس يعني مع الوجه فقط من برا، او مثل الفيسبو فد اداه راح تاخذونه بالبروس ان شاء الله، هي انت تستخدمه اكسترا اورلي. او مثل جهاز الضغط، هاي القطعه اللي انتم شدوها على ايد البيشنت. هاي الادوات نسميها نان كريتيكال، وبالتالي انه نكتفي بتنظيفه كلين اند ديسنفكت بواسطه شنو؟ بواسطه لو الى انترميديت ليفل ديسنفكتنت. احنا مو قلنا اكو هاي ليفل ديسنفكتنت، وقلنا بالمقابل اكو لو، واكو يعني لو الى انترميديت ليفل ديسنفكتنت. فممكن يعني انه ماكو داعي نسوي لهم ستيريلايزيشن بالاجهزه وغيرها، لا، مجرد ننظفهم ونسوي لهم تعقيم بسيط. فهذا السلايد كلش مهم، ممكن يجيكم بالامتحان على شكل ام سي كيو، ممكن ترون فولس، ممكن سؤال، ممكن شرح، ممكن مقارنة. فهذا السلايد ركزوا عليه كلش مهم. زين، لحد هاي الدقيقة احنا اخذنا طرق الاستيرلايزيشن وتكلمنا كيف تحافظ عن نفسك من الادوات الجارحة مثل الشارب انستومنت، وشنو من اللقاحات اللي لازم انت تاخذها، كيف تسوي كنترول انفكشن، يعني شنو الشغلات اللي لازم تكون متوفرة بالعيادة، وقسمنا الأدوات على أساس risk of transmission and need of sterilization إلى ثلاث أقسام: critical, semi-critical, non-critical، وأخذناهم بالتفصيل. بس الآن لازم نعرف إنه هاي الأدوات كيف نسوي لهم sterilization، يعني هاي الأداة قبل لا أنا أدخلها للأوتوكليف لازم في خطوات معينة أنا أمر بيها قبل لا أخلي الأداة داخل الأوتوكليف. أوكي، أول خطوة نسميها pre-soaking، انه بعد البروسيجر مالتي مباشرة اخلي الاداة داخل فد محلول معين، انا مخلين بها فد محلول معين. الفكرة انه انا احافظ على الاداة حتى لا تصير بها دراينج، حتى الدبريز اللي موجودة على الاداة لا تجف على الاداة، لا تلتصق بالاداة، وبالتالي انا من اريد انظفها راح اواجه صعوبة. اوكي، فانا راح اخليهم داخل محلول، وبالتالي ما راح يصير بها دراينج، او اذا اكو فد يعني فد دبريز على الاداه مالتي راح تصير بيها ديسوليوشن راح تتفتت. يعني فرضا نقول الفورسبس بعد السيرجري، بعد القلع، بعد الاكستراكشن راح تكون ملطخه بالبلاد، فبالتالي اذا انت عرفتها البلاد ممكن يعني يصير كلوت على شكل كلوت وتلتصق بالاداه مالتك، فاثناء الغسل او اثناء التنظيف انت راح تواجه مشكله وصعوبه، او انه ممكن انت اصلا هذا الاداة صار بها كلوتو، يعني قطعة البلاد مالتك هذا صار يعني جافة على الانستومنت مالتك، فبالتالي انت اثناء الغسل يعني راح تواجه صعوبة، فانت خليه بداخل اناء بيفد يعني سوليوشن معينة، فهاي القطع او هاي القطع الكلوت راح تصير بها يعني ديسوليوشن وراح تتفتت. اوكي، فما راح تواجه صعوبة بالخطوة اللي بعدها اللي هي كلينينج. الكلينينج ده نقصد انه الاداة انت طلعتها من السوليوشن، فانت لازم انت تنظفها تغسلها. فافضل طريقة هي التراسونيك كلينر. التراسونيك كلينر هي شوية ممكن تكون مكلفة او ما موجودة بالعيادات، فاكو غسالات خاصة للادوات السمنستومنت واشر، ماكو اوكي لازم تغسلهم بيدك، بس بشرط انه تلبس جلوفز، يعني حتى اذا لبست الدبل جلوفز هم ماكو مشكلة، انه هاي الادوات ممكن تكون جارحة تجرح ايدك، او ممكن الجلوفز يعني يصير بها بينتريشن وتتلوث ايدك. افضل طريقة هي التراسونيك كلينينج العفو، وهي 9 مرات تعطي نتيجة اكثر من هاي الطرق اللي ذكرناهم كلها.
اما الطريقه اللي بعدها هي باكجينج، انه الاداه اذا انت عقمتها وتريد تستخدمها بعد مده، يعني بعد يوم يومين اسبوع، فهي من يعني مو منطقي انت الاداه تطلعها من الاوتوكليف وتخليها مثلا بالخانه مالتك وتعوفها. زين، انت ما سويت شيء، انت رجعت مره ثانيه لوثت الاداه، فانت لازم تحافظ على هذا يعني هذا الاداه مالتك، تحافظ على التعقيم اللي انت سويته. فبالتالي لازم انت هذا الاداه مالتك تغلفها فد اكياس معينه، تسوي لها على يعني تجي على شكل يعني فد اكياس، بعدها يعني تسدها، تصير يعني سيليت باكج او بانش، وبالتالي تدخلها داخل الاوتوكليف وتعقمها. زين، حتى بعدها انت هاي الاداه هي من داخل الكيس، انت راح تجي تخليهم، واثناء يعني وقت الشغل ووقت البوسيجر ومن تحتاجهم راح تفتح هاي الاكياس، تفتح هاي الاغلفه يعني توخر الغلاف وتشتغل. اما اذا لا انت مباشره تريد تسوي الاستبلايزيشن بعد تطلعها مباشره من الاوتوكليف وتشتغل، لا ماكو داعي يعني تسوي باكجينج. الخطوه اللي بعدها هي استبلايزيشن، هي يعني الخطوه النهائيه، انت بعد الاداه صارت مهيئه تدخلها داخل الاوتوكليف وتعقمها وبواسطه يعني اي طرق من الطرق الخمسه اللي ذكرتهم. هسه انت كملت استبلايزيشن، خلص الوقت اللي كنت انت يعني محدد للجهاز، فراح تطلع الاداه تنشفه او تبرده وتحافظ عليه مثل ما قلنا مكان معين، مكان نظيف، واذا هو داخل يعني انت مغلفهم فهي بغلافها راح تخليهم مكان نظيف ومكان جاف مو مكان رطب، وتحافظ عليهم الى وقت الاستخدام. اوكي، اما الموضوع اللي بعده راح نتكلم عن الكلينين اند ديسنفكشن اوف دنتال يونت. صراحه موضوع كلش مهم لانه راح يعكس نظافتكم الشخصيه انتم كدنتست. فبالتالي بعد كل بيشنت او بعد نهايه كل عياده لازم تعقمون كل الاسطح اللي ممكن تلوثت اثناء الشغل، بالمرتبه الاولى الدنتال شير وكل الاجزاء اللي متصله بالدنتال شير، اللايت، سيمج وغيرها، وسطح المكتب مالتكم. او مثلا اذا انت بدك تشتغل بعيادات الكليه، بعد نهايه كل عياده لازم انت تعقم الدنتال شير، هذا الموضوع كلش مهم. في الخطوه الاولى انه تستخدم في التاول معين ديسبوزبل تاول وتنظف الاسطح معقم معين، وبعض الاحيان ممكن تحتاج ماي. اوكي ماكو مشكله، انه مرات الدبرس راح تلتصق بالاسطح وما تروح بسهوله، ممكن تستخدم يعني ماي ماكو مشكله، بس بعدها لازم تسوي ديسنفكشن هاي الاسطح بصوره صحيحه و100%. مواد هوايه، معقمات هوايه موجوده مثل ايدوفورز، كلورين كونتينينج كومباوندز، بس اكثر ماده ممكن تستخدمونه ومو مكلف ويعطي نتائج كلش مرضيه هو القاصر المنزلي. تخففونه ربع كوب من القاصر، تخففونه تقريبا 4 لترات مي، 4.5 لتر هي شي تقريبا هالحدود، تخففونه وتستخدمونه كمعقم، تعقمون الاسطح من دنتال شير، الاير سيمج وسطح المكتب وغيره وتعقمونها. بس خلوا ببالكم انه هاي الماده القاصر المنزلي اذا استخدمتوه كديس انفكتنت ممكن تسبب لكم كوروسيف للميتال خاصه الالمنيوم، فديروا بالكم هاي النقطه، خلوها ببالكم. وفد ملاحظه ممكن تجيكم بالامتحان خاصه الاساتذه اللي يحبون الاسئله الحفظيه، انه القاصر المنزلي يعتبر هو انترميديت ليفل ديس انفكتنت، يعني لا هو هاي ولا هو لو، هو انترميديت. اوكي، فهذا السلايد انا اكد عليه، واتمنى بعد نهايه كل عياده خاصه الطلاب اللي دا يشتغلون بعيادات الكليه، بعد نهايه كل عياده ينظفون تشيراتهم بصوره صحيحه، حتى زميلهم اللي بعده راح يجي يشتغل يشوف الدنتال تشير نظيف، والبيشنت اللي راح يجي بعده راح يشوف الدنتال تشير نظيف. فبالتالي هي نظافه شخصيه لكم. اوكي، وبنفس الوقت راح تمنعون انتقال الامراض من بيشنت الى بيشنت، ومن بيشنت مالتك الى زميلك اللي بعدك راح يشتغل، ومن بيشنت الى دنتس الى نفسك اصلا. اوكي، فهذا الموضوع لازم تنتبهون عليه وكلش مهم. اكو فد موضوع ثاني راح نتكلم عن الهاند بيس والهاند بيسز والادوات اللي تكون متصله بالدنتال شير، وهاي الادوات ما ممكن احنا نفصلهم عن الدنتال شير، فبالتالي كيف نعقمهم وكيف نحافظ عليهم. وخاصة ان الهاند بيس والتوربان ممكن شوية تكون مكلف، فلازم احنا دائما نحافظ على ادامتهم وعلى تعقيمهم ونظافتهم. فاولا انه الهاند بيس قبل لا نشتغل البيشنت او قبل لا نعقمه نخليه يشتغل لمدة 30 ثانية، خاصة قبل لا نعقمه نخليه يشتغل قبل التعقيم لمدة 30 ثانية، حتى نتخلص من الاير والوتر اللي موجود داخل هذا السيستم كله.
بعدها لازم احنا نسوي كلينين مثل ما قلنا بالسلايدات السابقه، الخطوات اللي لازم احنا نمر عليهم الى ان نسوي استابلايزيشن، فواحده منها كانت الكلينين. فبالتالي التوربان او الهاند بيس لازم احنا نسوي لهم كلينين، ننظفهم سواء معقم معين او وارم ووتر، بعدها ندخلهم داخل الاوتوكليف ونسوي لهم استابلايزيشن. اكو ملاحظه ثانيه انه الهاند بيس والتوربان لازم احنا دائما نحافظ على تزييتهم. اكو فد زيوت خاصه موجوده داخل نقدر نقول مثل القنينه، اوكي، وفد يعني فد علبه خاصه تجي تكون مضغوطه مثل علب هاي العطور اللي دا شايفينها المعطرات مال الجسم، تقريبا نفس الشيء. راح نستخدمه بها في تب معين، تب كلش نحيف نستخدمه ونخليها داخل الفتحات الموجوده داخل اسفل الهاند بيس والتوربين، ونضغط على العلبه مالتنا. فبالتالي راح نزيد هاي الادوات، وبالبدايه راح يطلع زيت لونه اسود من الهاند بيس، بس احنا نبقى نستمر بالتزييت الى ان يطلع زيت لونه طبيعي، اوكي. فهذا عمليه التزييت كلش مهمه، ممكن تشوفون اكو فيديوهات على اليوتيوب او تطلبون من السنيور يعلمكم كيف تسوون تزييت لهاي الادوات، لانه هاي العمليه كلش مهمه لادوات الهاند بيس والتوربان، خاصه لادامه الهاند بيس والتوربان، خاصه اذا هاي الادوات تكون يعني اخذتون باسعار شويه غاليه ومكلفه، فبالتالي لازم تحافظون على ادامتهم، اوكي. الملاحظه الثانيه انه اكو ادوات، هذا السلايد طبعا ممكن يعبر عن حالكم لان وصلنا تقريبا حدود الساعه هسه او اقل ما اعرف، فهاي هذه المحاضره شويه كانت صعبه او جافه نقدر نقول، وكامتحان يحتاج حفظ. على العموم الملاحظه تقول الادوات اللي متصله بالدنتال شير ممكن صح ما تدخل داخل فم المريض، بس احنا بالتالي لازم نحقمهم لانه ممكن صارت يعني ممكن تلوثت بالفلويدز او بالسلايبه وغيرها، مثل الاير سيرنج، سلايبه الاجكتر وغيرها، او مثل الهاندلز مالت الدنتال شير او دنتال يونت غيرها. فهاي الادوات تلوثت، ما دخلت يعني داخل فم المريض صح، بس تلوثت اكيد، فلازم احنا نعقمهم. هاي الادوات، واكو ادوات ما تتحمل درجه حراره عاليه، مثلا احنا دائما ذكرنا انه مثلا الاوتوكليف اكو ادوات يعني ما نقدر نستخدمهم داخل الاوتوكليف، فما تتحمل درجات حراره عاليه. فبالتالي هاي الادوات احنا نكتفي انه نعقمهم، مثل الاير سيرنج نعقمهم، ننظفهم، نسوي المكلينين، بعدين نستخدم فد هاي ليفل او انترميديت ليفل ديسنفكتنت او نعقمهم، بعدها نغطيهم فد اغلفه خاصه، اغلفه تجي لون تقريبا نقدر نقول لون ازرق هيجي الوان. فهاي الاغلفه تكون ديسبوزيبل، نغطي الادوات مالتنا، بعد كل بيشنت ننزع هاي الاغلفه ونستخدم اغلفه ثانيه. فدائما لازم هاي الادوات تكون مغلفه، اوكي، يعني مغلفه ننصح حتى الهاند بيس والتوربين والاير سيرنج وهذا الهاندل هاي كلها، او مثلا حتى هذا الجزء مالت اللايت مالت الدنتال شير نعقمهم، وبعدها نغلفهم فد اغلفه ديسبوزيبل. فبالنهايه كل يعني نهايه كل عياده او بين بيشنت تو بيشنت نغير هاي الاغلفه ونستخدم اغلفه جديده، اوكي. اما السلايد الاخير راح نتكلم عن الديسنفكشن اند ذا دنتال لابوراتوري، هذه طبعه ماخذيها بعياده البوس لبيشنت معين. فالملاحظه دا تقول الايتيمز مثل الفيكسد ان ريموفبل دنتشرز او بروسيسز اضافه للاورثودونتيك ابلاينسز، هاي الادوات انت هاي الايتيمز تحتاج الى طبعات، اوكي. فانت هاي الطبعات بعد ما تكمل وقبل لا تدزهم للمختبر عقمهم ودزهم، واللي دي يشتغل بالمختبر قبل من يستلم هاي الطبعات قبل لا يشتغل لازم يعقمهم، بعد ما يكمل يسوي الدنشر على سبيل المثال لازم ايضا يعقمهم يدزهم لك، يدز الدنشر لك للعياده. وانت كطبيب من تستلم الدنشر الاخير او تراي دنشر قبل لا تسوي انسرشن داخل فم المريض ايضا عقمهم، هذا التعقيم كلش مهم. نقصد بالتعقيم انه حتى لو يعني تستخدم المعقمات مثلا انترميديت ليفل او لو ليفل هاي ليفل ما يخالف، فعقم الطبعات او عقم الدنشر اللي يجيك من المختبر قبل لا تسوي انسبشن داخل فم المريض. اما الموضوع الاخير هو disposal of waste materials، كيف نتخلص من النفايات اللي راح تتكون عندنا وتتجمع عندنا داخل العياده. السوائل blood suctioned fluids
والسوائل الأخرى لازم نتخلص منهم دا يعني داخل مجال الصرف الصحي. أما الأدوات الجارحة مثل النيدل، سكالبل أو أذر شارب آيتمز لازم نخليهم داخل فد كونتينرات هي تكون بانشر ريسيستنت، يعني ما تتأثر بهاي الأدوات الجارحة، ممكن يعني ما راح يعني النيدل وغيرها ما راح تقدر تخترق هاي الحاويات، وهذه صورتها. وخليت هاي الصورة وحدها حتى تحفظون الشكل، وأترجى منكم يعني داخل عياداتكم وفروا هذا الكونتينر، مو مكلف ترى، هذا الكونتينر مو مكلف، وبالتالي انت راح تحافظ على حياة الموظفين اوكي، واللي دا يشتغلون مثلا بالبلدية وغيرهم. فانت اذا مخلي فد يعني نيدل وبدون قبق اوكي، ومخليهم داخل مثلا هاي الاكياس مالت النفايات، هذا راح يخترق الكيس وراح ممكن حتى يأذي الموظفين، فهذه ذمة طبعا اوكي. فهاي الكونتينرات توفروها بعياداتكم، بعيادات الكلية اذا ما توقع هذه الكونتينرات متوفرة. فحافظوا دائما على قبق مالت النيدل، يعني دائما او كثير من الاحيان انه هاي هذا القبق ممكن تمثلان شغل ضيعوه اوكي، فحافظوا عليه. والكونتينرات حتى انتم ممكن يعني توفرونه وسوون فد يعني الجروب كله ممكن يعني يتفق انه على كونتينرات ويوفرهم بالعيادات اذا الكليات كلش تعبانه اوكي. بس هي بالعيادات موجوده، يعني انا شايف بالعيادات موجوده هاي هذا الكونتينر، انا شايفه موجود بالعيادات خاصه عيادات السرجري. اما الملاحظه الاخيره، القطع الصلبه نقدر نقول سوليد ويست كونتامينيتد وذ بلاد او اذر بودي فلويدز، مثل القطن، هذا القطن او مثل حتى الجلوفز وغيرها، انت خليهم بكونتينر وحدهم اوكي، وبالتالي لازم تتخلص منهم يعني داخل اكياس وتكون مغلقه محكمه، وتتخلص منهم واحد، يعني مو تخليهم ويا النيدل، لا نيدل كونتينر مالته واحد، والنفايات الاخرى ايضا يعني اعزل الكونتينر واحد. واما البلاد والفلويس وغيرها لا تتخلص منهم مباشره من يعني مجال الصرف الصحي. وهذا هذا السلايد كلش مهم، وهذا الموضوع الاخير كلش مهم، واهم شيء هو الكونتينر، هذا الكونتينر اللي يكون بانشر ريسيستنت او هذا شكله اوكي. راح تخلي النيدل وشارب انسترومنت من هاي الفتحات داخل الكونتينر، فلا راح تقدر هاي الكونتينر مثلا تطلع، عفوا الشارب انسترومنت تخترق هاي الكونتينرات او تطلع منها لان هاي فتحاتها كلش ضيقه. وبالتالي انت راح تحافظ على سلامتك، على سلامة الموظفين، لأنه هم خطية أيضا، يعني ما يعرفون يعني ممكن أكو هنا فد بالأكياس هذا فد نيدل معين أو هذا ممكن تجرحهم، أو إذا أكو فد مرض معين ممكن تنقله إلهم، وهذه الذمة أوكي. فهذا سلايدنا الأخير. فبالتالي وصلنا وياكم إلى نهاية المحاضرة، أتمنى تكونون استفادتوا من هذه المحاضرة. هذه المحاضرة كامتحان أنا أعتبرها محاضرة شوية جافة وصعبة تحتاج حفظ، وأنا أحكي عن نفسي إنه ما أحب الأمور الحفظية، فحبيت إنه أبسطها لكم قدر الإمكان حتى تفهموها زين. وهاي المحاضرة كلش مهمة يعني حتى تحافظون عن سلامتكم، سلامة البيشنت، فهاي مسؤوليتكم أوكي. فان شاء الله على المحاضره القادمه راح نتكلم عن الكافيتي بريبريشن، يعني المحاضره القادمه ان شاء الله بعد راح نبلش اوبراتيف الحقيقي. واتمنى اذا في نقطه معينه وموضوع معين ما وضحت لكم تكون اسئلتكم بالتعليقات، او اذا اكو في ملاحظه معينه عن الشرح او عن الباوربوينت او عن الصور وغيرها تحبون يتغير بالمحاضرات القادمه، همات ايضا تركوا ملاحظاتكم بالتعليقات. وإن شاء الله إلى المحاضرة القادمة أشوفكم ألف خير، في أمان.